الأسبوع الثالث، أبدي رأيا وأعلله، يعني نعطي الرأي ديالي ونعطي التبريرات ديالي والأسباب ديالي، يعني ندافع على الرأي اللي عطيت. من عطيت الرأي خصني ندافع عليه. المجال اللي حنا فيه هو مجال الماء والحياة، وضعية تواصلية رقم 3، الوضعية التواصلية اللي هنا نشوفوها، أسمع وأتواصل. غسلت سعاد يديها ولم تغلق الحنفية جيدا فخاطبها عادل. سعاد غسلت يديها في الروبيني وما سداتوش مزيان. عادل غادي يهضر معاها، كتلاحظوا الإشارة ديال اليد ديالو، نشوفوا شنو غادي يقول لها عادل. سعاد سعاد أغلق الحنفية ولا تبذري نعمة الله. الماء نعمة الله، كيف ذلك؟ هذا ما قالت سعاد، هو هضر معاها قال لها سدي الروبيني ما تضيعيش الماء، ما تضيعيش النعمة ديال الله. قلت له ما نعمة الله كيفاش؟ قال لها بالماء نطفئ ظمأنا ونسقي زرعنا ونروي ماشيتنا وننظف أجسامنا. قال لها الماء كيطفي لنا العطش ديالنا، كنكون عطشانا كنسقيو به الزرع ديالنا باش كيكبر، ونروي الماشية ديالنا حتى هي كتشرب منه، الماشية ديالنا يعني الغلام والبقار، وننظف أجسامنا وكنعومو به كندوشو به وكنغسلو به حالنا. قالت له نعم هذا صحيح، ولكن لماذا أغلق الحنفية؟ قالت له ياه هادشي بصح، ولكن علاش غنسد الروبيني؟ شنو المشكل؟ قال لها لكي لا تبذر الماء، لأنه إذا قل الماء نضب النبع وجفت الأرض ومات الزرع. قال لها ما تضيعيش الماء، بحيث لا قل الماء ما يقل، هذاك النبع اللي كيسيب منه الماء غادي ينقص، ما يبقاش يسيب منه الماء بزاف، لأننا كنستنزف ولكن كنخسروا بزاف الماء، ما يبقاش قادر علينا وغادي ينقص الماء ديالو. وجفت الأرض، والأرض غادي تولي جافة، ما يبقاش فيها الربيع كاين وهذا داك الشيء، ومات الزرع، والزرع غادي يموت، هيصفر ويموت، لأنه ما بقاش كيشرب. قلت له حقا الماء مصدر الحياة، يعني الماء هو المصدر ديال الحياة، لما ما كانش الماء كل شيء غادي يموت، لا إنسان ولا حيوان ولا زرع ولا أي حاجة غادي تموت لأنها كتشرب من الماء. لن أبذره بعد اليوم، ما بقاش نضيعه من اليوم، ما بقاش نضيع الماء. أعيد القراءة بتأني. سعاد سعاد أغلقي الحنفية ولا تبذري نعمة الله. الماء نعمة الله، كيف ذلك؟ بالماء نطفئ ظمأنا ونسقي زرعنا ونروي ماشيتنا وننظف أجسامنا. نعم هذا صحيح، ولكن لماذا أغلق الحنفية؟ لكي لا تبذري الماء، لأنه إذا قل الماء نضب النبع وجفت الأرض ومات الزرع. حقا الماء مصدر الحياة، لن أبذره بعد اليوم. أشخص وأحاكي، هنا يطلب منك الأستاذ أنك تنوض دير هذه التمثيلية، هذا الحوار ديرو أنت وأحد أصدقائك ديالك في القسم. أشخص مع صديقي أو صديقتي الحوار الذي دار بين عادل وسعادة. أتمثلوا هذا الحوار هذا اللي دار بيناتهم، أتمثلوه أنتما إحدى السبورة مثلا. أحاكي عادلا وأبدي رأيا ثم أعلله لصديقي أو صديقتي. من غير هاد الماء نعطي شي رأي، شنو اللي خصنا تاني ما نضيعوش مثلا الكهرباء،
تقول الخوك مثلا طفي الضوء، ما تبقاش مضيع الضوء ديال، لان الكهرباء طاقه، بزاف ديال الحوايج اللي ما خصهمش تضيعهم خصك تفسر. مثلا شي واحد كيغسل الطوموبيل وعا كيضيع الماء، شي واحد مثلا كيبدل في الماء في كيسيق به ولا شي حاجه وكيضيعه، انت كتعطيه نصائح اما اخوك اما اختك اما شي واحد، كتحاول تغير هذه الوضعيه هذه ودير شي وضعيات اخرى تخيلها وتطبق فيها هذا الشيء اللي تعلمتي في هذه الوضعيه. ندوزو تحت عندنا أقرأ مع أصدقائي. كلمات بصرية، مائة، خاكي تكتب مائة ما كتقراش الألف هذا، اقرأ مائة. قالوا أمام ظمأ الجبلي، أعيد، مائة. قالوا أمام ظمأ الجبلي، قراءة مشتركة. نعمة السماء، أنا الماء، أنا الماء. نعمة من رب الأرض والسماء، أنحدر من قمم الجبال العالية، وأسقي الأراضي الفلاحية، وفي طريقي إلى بيوتكم أمر بمحطات التنقية. أعيد، نعمة السماء، أنا الماء، أنا الماء. نعمة من رب الأرض والسماء، أنحدر من قمم الجبال العالية، وأسقي الأراضي الفلاحية، وفي طريقي إلى بيوتكم أمر بمحطات التنقية. نعمة السماء، يعني أن الماء هو نعمة من رب السماء. أنا الماء، أنا الماء، نعمة من رب الأرض والسماء، أنحدر من قمم الجبال العالية. أنا من عندما يدوب الثلج فإن الماء ينحدر من قمم، القمم هي أعلى نقطة في الجبل. وأسقي الأراضي الفلاحية، كيسقي الأرض ديال الزراعة ديال الفلاحة ديال الفلاحة. وفي طريقي إلى بيوتكم، قبل ما أنه ما يدوز يوصل للديور باش كنفتحوها من الحنفية، أنه يمر من محطات التنقية والمعالجة ديال الماء، كيتجمع في السدود وكيدوز عبر قنوات إلى محطات التنقية لتصفيته ومعالجته، ثم ذلك بعد ذلك يضخ في المنازل. انتهى هذه الصفحة 172.